عبرت رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان اليوم عن قلقها بخصوص الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة والعدد المروع للقتلى هناك. وفي بيان مشترك صدر بعد يومين من اجتماعات مغلقة في لاوس، رحبت المجموعة أيضا بإجراءات عملية غير محددة لتهدئة التوتر في بحر الصين الجنوبي ومنع الحوادث وسوء التقدير. وعلى هامش الاجتماعات التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والصيني وانغ يي في محادثات وصفها مسؤول أمريكي بالمثمرة والصريحة. من بكين ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور شاهر الشاهر. مساء الخير دكتور، وأهلا بك معنا في السادسة. أبدأ معك بقراءة سريعة حول الملفات التي تم مناقشتها في طاولة مفاوضات أو طاولة قمة آسيان. طبعا مساء الخير، تحية لك للسادة المشاهدين. طبعا هو الاجتماع السادس ربما خلال عام بين وزيري الخارجية الأمريكي والصيني، ودائما يكون هناك تصريحات من قبل الولايات المتحدة تقول أنها اجتماعات تكون شفافة وصريحة وما إلى ذلك، ثم نتفاجأ بتوتر في العلاقات بين البلدين بشكل مستمر أعتقد، وتتدهور العلاقات بشكل مستمر ولا نجد نتائج. الاجتماع الذي جرى ربما ناقش عدة أمور. هناك تصريحات من قبل الولايات المتحدة تقول أنهم ناقشوا موضوع الحرب في أوكرانيا، ناقشوا قضية تايوان، وأيضا قضية الأمن والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي. أيضا هناك قضايا أخرى دائما هي تقال في البيان الأمريكي لكنها لا تذكر في البيان الصيني، عندما يقولون مناقشة قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والأوضاع الداخلية في الصين. أعتقد أن الصين لها موقف من هذا الموضوع، وهي دائما تقول أنها ترفض مناقشة مثل هذه الحوارات. طبعا المنطقة كلها تشهد توتر، وأعتقد هناك سباق أو استقطاب على دول منطقة آسيان من قبل الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة وروسيا والصين، وهذا بات واضحا وجليا ربما في السنوات الأخيرة. طيب، في خضم هذه الاجتماعات الحديث حول حرب غزة وعدد الشهداء المرتفع أيضا، يعني الذي لاقى استنكارا من قبل الحاضرين، كان حاضرا على قمة آسيان، فبالتالي كيف من الممكن فعلا أن يكون لهذا الملف تأثير في شكل الحوار بين الأطراف؟ أعتقد أن الفكرة بموضوع حرب غزة، هناك رؤية لدى دول المنطقة، دول آسيان، ولدى روسيا والصين بشكل خاص، أن هناك ازدواجية معايير تقوم بها الولايات المتحدة، ثم أن هناك مبادرة كانت قبل أيام، كان هناك مبادرة صينية استضافت من خلالها بكين أطراف الفصائل الفلسطينية، وهي تسعى إلى إيجاد مصالحة فلسطينية وتريد أن يكون هناك توافق. أعتقد هذا التوافق أيضا يحتاج إلى موافقة الولايات المتحدة. هل الولايات المتحدة ستوافق على ذلك؟ حتى الآن الولايات المتحدة تبدي انحيازا واضحا وكاملا تجاه إسرائيل. أيضا هناك مخاوف لدى الولايات المتحدة أن تنجح بكين في لعب هذا الدور، خاصة وأن منطقة الشرق الأوسط تعد تاريخيا منطقة نفوذ للولايات المتحدة. وأيضا موضوع الصراع العربي الصهيوني كان هو حكر، هذه الورقة كانت حكرا على الولايات المتحدة التي كانت تلعب دورا في الوساطة بهذا المجال. أيضا هناك مخاوف أمريكية من التقارب بين روسيا والصين، وهي تثير ذلك بشكل مستمر. بكين دائما تقول أن هذا شأن داخلي وهي لا تدعم روسيا بموضوع الحرب في أوكرانيا. أيضا الصين الآن تحاول أن تلعب دورا في موضوع الوساطة في الحرب الأوكرانية. هذه الوساطة أيضا أنا أعتقد أنها تحتاج إلى موافقة الولايات المتحدة. ربما هناك قضايا بين البلدين يمكن الاتفاق عليها، لكن أعتقد أن هناك قضايا خلافية جوهرية أيضا لا يمكن إيجاد حلها. طيب، كما تعلم عميدي السياسة الأمريكية والصينية يلتقيان لأكثر من ساعة، وهذا لقاء يعني وصف من بعض المراقبين بأنه طويل إلى حد ما. هل فعلا يستطيع الجانبان أن يقربا وجهة النظر بينهما تحديدا في مسألة الاقتصاد والصناعات؟ أعتقد أن الصين تدرك أن ربما هذه الإدارة أصبحت كما نقول ربما في الربع ساعة الأخيرة، بمعنى أن بلينكين وخلال السنوات الماضية كلها وخلال 18 زيارة قام بها إلى المنطقة لم يحقق أي إنجازات. أيضا إدارة بايدن لم تحقق إنجازات، بل ربما توترت العلاقات بين البلدين بشكل أكبر. لذلك دائما الصين تلعب على عامل الوقت من وجهة نظري. الصين لديها استراتيجية لعدم المواجهة مع الولايات المتحدة. الوقت بالنسبة لبكين هو
مكسب صلب، بمعنى كلما استطاعت تأجيل المواجهة بينها وبين الولايات المتحدة فإن ذلك يقلل الخسائر إذا كان لابد من هذه المواجهة. أيضا لدى بكين ربما مخاوف اقتصادية، لدى بكين أصبحت مخاوف أمنية أيضا. نحن نعرف أن الآن يجري الحديث عن نشر منظومة صواريخ أمريكية في الفلبين، ودائما هناك منطقة توتر في الفلبين، الحديث عن ناتو آسيوي ومحاولة الولايات المتحدة الاقتراب من حدود الصين. إذا هناك قضايا خلافية جوهرية في هذا الموضوع. أيضا المساعدات التي تقدمها، المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لتايوان، إذا ملفات خلافية كثيرة. أعتقد أنه لا يمكن توقع أن يكون هناك نتائج إيجابية على المدى القريب. إلى أي مدى تعتقد في اجتماعات آسيان وحاضريها تم إثارة المخاوف بين الشرق والغرب من مسألة تصاعد تحالف بريكس؟ هو بكل تأكيد أثير هذا الموضوع، وأعتقد من المفيد التذكير أن في عهد الرئيس ترامب هو ابتعد عن آسيان، وحتى في قمة آسيان هو لم يرسل ممثل له أو مسؤول أمريكي كبير في العام 2019. لكن في العام 2021 وبعد أن نجحت بكين في توقيع شراكة استراتيجية بينها وبين دول آسيان، جاءت إدارة بايدن وبدأت تفكر بالاتجاه نحو الآسيان. لذلك هو استضاف ربما وزراء خارجية هذه الدول في العام 2022، وأعلن عن رغبة الولايات المتحدة أيضا في إقامة شراكة مع هذه الدول، وأعلن عن تقديم مساعدات ب 150 مليون دولار. لكن أعتقد ما تقدمه بكين بالنسبة لدول آسيان يعتبر أكبر، لأنها قدمت حوالي مليار ونصف دولار. إذا هناك ربما مصالح اقتصادية كبيرة لدول هذه المنطقة مع الصين بشكل أكبر، لكن ربما لديهم مخاوف أمنية تحاول الولايات المتحدة تأجيج هذه المخاوف. أيضا دول آسيان اليوم تريد أن تحيد بنفسها عن حالة الاستقطاب التي تجري بين الدول الكبرى وخاصة الصين وروسيا والولايات المتحدة. أيضا تريد هي الابتعاد عن موضوع سباق التسلح، وخاصة سباق التسلح النووي في ظل ما يجري بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في هذا النطاق. من بكين كنت معنا أستاذ العلاقات الدولية دكتور شاهر الشاهر، شكرا لك. عبرت رابطة دول آسيان عن قلقها بخصوص الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة والعدد المروع للشهداء في القطاع، إضافة إلى التنديد بالتجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية في المنطقة. هنا في لاوس في قلب الهند الصينية اجتمع عمداء الدبلوماسية في آسيان، لكن القلق تجاوز التوترات في بحر الصين والخشية من انفلات كيم إلى الحربين على غزة وأوكرانيا وغيرهما من ملفات شائكة. البيان الختامي للمجتمعين بعد يومين قضوها في الغرف المغلقة عبروا عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني المتدهور والعدد المروع للشهداء في غزة، ودعا البيان جميع الأطراف إلى العمل نحو السلام بهدف تحقيق حل الدولتين، ورحب بإجراءات عملية لتهدئة التوتر في بحر الصين الجنوبي، وندد بالتجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية. في أعقاب الاجتماع جذبت مصافحة حارة بين وزيري الخارجية الأمريكي والصيني الأنظار وتسلطت عليها الكاميرات، مصافحة قد تشي بتحسن وشيك للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. اللقاء الأمريكي الصيني على هامش الاجتماع تناول عددا من القضايا مثل تايوان وإعلان بكين الذي وقعته الفصائل الفلسطينية مؤخرا ودعم روسيا في الحرب على أوكرانيا. خلال اللقاء الذي امتد ل 120 دقيقة نقل عن بلينكين قلق بلاده من أفعال بكين الاستفزازية في الآونة الأخيرة، وذلك في سادس اجتماع بينهما منذ حزيران العام الماضي. تنامي الحضور الأمريكي في المنطقة أثار قلق موسكو، فقد عبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن مخاوف بلاده بشأن المبادئ التوجيهية التي تم الإعلان عنها مؤخراً بشأن تشغيل الأصول النووية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية والتي تشكل تهديداً أمنياً. بلينكين الذي يجول في آسيا وللمرة 18 له في آسيا منذ تسلمه منصبه تأتي في ظل مساعي بلاده لتأكيد حضورها في المنطقة لمواجهة تصاعد نفوذ الصين، مما يدل على اشتداد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في المنطقة، يرافق ذلك زيادة بكين مساعيها لتثبيت حضورها في بحر الصين الجنوبي.